خدت كاس، دخلت الكونفدراليه سوبر، نمر الثلاثه السوبر، سواء بقى اتقابل في السعوديه اللي احنا بنحبها، اروح لشط هناك، او اتقابل في ابو ظبي، ايا كان ان شاء الله هتكسبوا السوبر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وانا شايف ان كلكم خلاص حطيتوا ايديكم في ايدين بعض، رجاله، القديم بقى زي الجديد، اللي متربي في النادي زي اللي جاي من بره، كلكم بتمثلوا نادي الزمالك. طبعا كابتن خالد ما اعرفش هديكم بقى اجازه ولا هديكم ايه، طبعا لازم يديكم اجازه، اللي متجوز يروح لمراته، اللي زعلان من مراته الله يصلحها، واللي ما بيبصيش يروح يتعلم والعمر.